مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة عصير الحامض وكيف نخزنه. نخزنه لوقت طويل، وهيدي الطريقة مجربة وناجحة 100%. وكمان طريقة العصر بدي أعمل طريقة غريبة أنا وياكم، كيف نعصر الحامض بالكباية. قبل ما نبلش الطريقة بتمنى عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكر كبير للمشتركين بصفحتي. ولما نبلش الفيديو مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي اقطع الحامض اول شيء، قصهم يعني انتو جربوا الطريقة عن جد ما بتتعب الايد. هيدي اللي راح اعملها انا بالكباية، وكتير سريعة حسيتها، لاحظتها صراحة يعني بوقت صغير بتعملوا كمية كبيرة. بدي استعمل العصارة اكيد، حط الحمضة بهيدي الطريقة، بسم الله بالكباية. شفتوا طريقتها شو سهلة؟ دغري دغري عملتها. هلأ بشيلها من الكباية لشوف أنا وياكم كيف انعصرت المي. شفتوا ولا نقطة مي طلع، 100% عصرناها. بس ليه ما بتتعب الإيد؟ عشان أنا بس أعصر بالحامضة دغري مباشر بصير عندي الزيست عايدي من الحامض. هيدي المادة مثل ما شايفينها، هيدا الزيست مثل الزيت، هادي بتصير تزحت ايدي وبتوجعني ايدي. بهيدي الطريقة بصير في فاصل بين الحامضة والكباية، وكتير سهلة وناجحة عن جد. جربوها لغسل بس ايدي وارجع كفي انا وياكم. كمان لأعصر شفتوا الحامض كيف بينزل، عصرتها. هيدي هي طريقتها عن جد، اروع من هيك ما في. جيب ملعقة صغيرة لشيل بس الحامضة، شيلها ولا نقطة عصير عم ينزل. شفتوا كيف؟ عن جد اروع من هيك ما في، اسهل من هيك. العصير كله عم ينزل معنا. كمان عصرت صحن ملان بهيدي الطريقة، الطريقة اللي شفتوها كتير وجربناها مع بعض كتير. بتعصر يعني بتطلع شو ما فيه حامض، وعصرتن بوقت كتير كتير صغير. لكفي عصر الباقيين بنرجع منكفي مع بعض. هيدي كمية الحامض اللي عصرناها، اكيد عصرتها بوقت كتير سريع بالطريقة الجديدة بالكباية.
هلأ بدنا نصفيهم منيح عشان بدنا نعملهم للتخزين. رح صفيهم منيح قد ما فيني. هيدا اللي بقلبهم هيدا الحامض، شقف الحامض، هيدول لازم يروحوا من العصير. قد ما فيني لازم صفيهم بمصفاي كتير صغيرة. هيدي طريقة الحامض على فكرة قلت لكم عنها مجربة، وفيكن تخزنوهم لسنتين ما بينتزعوا ولا شيء ابدا. اذا بتحبوا جربوا كمية صغيرة وشوفوا الطريقة. هلأ بعملهم بالملعقة. بالملعقة بسرع التصفية. خلص بهيدي الطريقة كتير كافي. هولي فيني حطوا نستعملهم باللايمونادة. هلأ بحطهم على الغاز ليغلوا. بس تكون عنا عوج الحامض رغوي بهيدا الشكل بشيلون. بدي حاول قد ما فيني يكون الحامض نائي. بشيل الرغوي. بعد ما شلت الرغوة عن الوج بغليهن ربع ساعة. بعد مرور ربع ساعة هلأ بطفي الغاز. بعد ما تأكدت انه الحامض برد منيح، هلأ عندي مرتبان ناشف. بتأكد من المرتبان انه ناشف منيح، بحطهم بالمرتبان. بسم الله. سكر الغطاء. وهيدا الحامض كمان طريقة الحامض مجربة، فيكن تخزنوها لسنتين بدون براد. عن جد كتير ناجحة وروعة. وحبت اعمل على جنب الحامض اعمل بريق ليموناضة. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. وشكرا كتير للمشتركين بصفحتي ولجميع المشاهدين. وبتمنى شوفكن بالفيديوهات الجاي. باي باي.